خلال استقباله لنظيرته الألمانية، وزير الخارجية يؤكد الرفض التام لإجبار الفلسطينيين على التهجير من غزة، ويحذر من خطورة توسع رقعة الصراع. وزيرة الخارجية الألمانية تشكر مصر لجهودها في استقبال وعلاج الجرحى الفلسطينيين، وتدعو لإدخال المساعدات الإنسانية بشكل أسرع وأكبر لقطاع غزة. وتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ووزير الخارجية البريطاني يشير إلى احتمالات انتهاك إسرائيل للقانون الدولي. 9 مساء بتوقيت القاهرة، 7 بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. أكد وزير الخارجية سامح شكري مجددا الرفض التام للإجراءات المتخذة لإجبار الشعب الفلسطيني على التهجير من قطاع غزة. وجاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده وزير الخارجية مع نظيرته الألمانية أنالينا بيربوك عقب مباحثاتهما اليوم بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة. المعاناة الإنسانية ل 2,300,000 فلسطيني، عمليات التهجير القسري من شمال القطاع إلى جنوبه، والآن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني في الجنوب من استهداف، من قتل للمدنيين بلغت 23,000، ثلثهم من الأطفال والنساء، أمر يتعدى أي مراعاة قواعد القانون الدولي الإنساني، ويضع عبء كبير على المنظومة الدولية لاحترام القانون الدولي الإنساني. نعمل بكل جهد على توفير المساعدات، نؤكد على الرفض التام للإجراءات المتخذة للضغط على الشعب الفلسطيني في غزة لإجباره على التهجير، وأيضا نرى أنه ضرورة وقف إطلاق النار أصبح شيء حتمي للتعامل مع هذه الأزمة. كما حذر وزير الخارجية سامح شكري من خطورة توسع رقعة الصراع وانتقال أثره المدمر على شعوب المنطقة. وأكد شكري خلال مؤتمر صحفي مع نظيرته الألمانية أن هذه المرحلة تحتاج لمزيد من التنسيق والتشاور والعمل المشترك مع ألمانيا. هذه المرحلة تحتاج مزيد من التنسيق ومزيد من التشاور ومزيد من العمل المشترك، ونثق أنه هناك مواضع كثيرة نتفق حولها نستطيع أن ننطلق من خلالها إلى تحقيق ما نصبو إليه من سلام واستقرار وعدم توسيع رقعة. ومعالي الوزيرة تحدثت عن المخاطر المتصلة بتوسيع رقعة هذا الصراع، ونحذر الجميع من أنه ربما هناك من يتوهم أن توسيع رقعة الصراع قد تكون له مفيدة من النواحي السياسية، ويغفل تماما الأثر المدمر على شعوب المنطقة. فهذه أمور يجب أن نراعيها كافة، وتطلع إلى أيضا التعاون المستمر مع الوزيرة ومع ألمانيا. من جانبها أكدت وزيرة الخارجية أنالينا بيربوك الرفض التام لتهجير الفلسطينيين، معربة عن قلقها من اتساع رقعة الصراع في المنطقة. وشددت بيربوك خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية سامح شكري على رفض فكرة تدفق اللاجئين الفلسطينيين لمصر. أقولها بوضوح، لن نقبل التهجير، لن نقبله في الضفة الغربية، لن نقبله في غزة. يجب أن نؤكد على أن الفلسطينيين لهم أرضهم في غزة، ويجب ألا يكون هناك تدفقات من اللاجئين إلى مصر، لأن هذا يؤثر أيضا على المصالح الوطنية المصرية. يجب أن نعمل سويا نحن مصر وألمانيا سويا من أجل أن يكون هناك مستقبل أفضل للفلسطينيين. أؤكد على أن غزة والضفة الغربية هي تخص الفلسطينيين، لا يمكن أن يتم تهجير الفلسطينيين، ولا يمكن أن يتم طردهم من الضفة الغربية. هذا هو
مسؤولية، هذه هي مسؤولية مشتركة. أكدت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك على ضرورة إدخال المساعدات الإنسانية بشكل أسرع وأكبر إلى الفلسطينيين بقطاع غزة. وخلال زيارتها لميناء رفح البري، أكدت وزيرة الخارجية الألمانية أن برلين تدعم وصولا سريعا وكبيرا من المساعدات للمدنيين الفلسطينيين. قدمت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك الشكر لمصر ولوزارة الصحة والأطباء المصريين على استقبال وعلاج الجرحى الفلسطينيين. وخلال زيارتها الجرحى الفلسطينيين أثناء تلقيهم العلاج في مستشفى العريش العام، شددت وزيرة الخارجية الألمانية على ضرورة فتح المعابر مع قطاع غزة وإدخال المساعدات بشكل أسرع، مؤكدة على قيام ألمانيا بدعم وصول سريع وكبير من المساعدات للمدنيين الفلسطينيين. وأوضحت أن زيارتها إلى محافظة شمال سيناء تهدف إلى تفقد المساعدات وزيارة الجرحى الفلسطينيين والاطلاع على الدور الكبير الذي تقوم به مصر لدعم الفلسطينيين في قطاع غزة. أكد مدير العمليات بوكالة الأونروا في غزة سكوت أندرسون صعوبة الوضع داخل القطاع، مشيرا إلى أن 90% من السكان نزحوا من أماكنهم. وفي تصريحات خاصة للتلفزيون المصري من أمام معبر رفح البري، أوضح أندرسون أن دخول المساعدات والإمدادات هي من أكثر الصعوبات التي تواجه الأونروا هناك، مطالبا بوقف إطلاق النار وتدفق دخول الشاحنات بصورة أكثر. كما وجه المسؤول الأممي الشكر لمصر وللهلال الأحمر المصري على المجهودات اللوجستية والتطوعية. الوضع مزري للغاية، 90% من السكان نزحوا من أماكنهم، أكثر من 1.5 مليون في رفح جنوب غزة فقط، و300 ألف فلسطيني في شمال غزة لا نستطيع الوصول إليهم ولا نستطيع إيصال المساعدات لهم، لذلك فالوضع بشكل عام في غاية الصعوبة، وزيارات مثل هذه تعطيهم شعورا بأنهم غير منسيين. أريد أيضا أن أوجه الشكر بشكل كبير لمصر وشكر كبير للهلال الأحمر على هذه المجهودات الكبيرة اللوجستية والتطوعية. دخول المساعدات والإمدادات هي من أكثر الصعوبات التي تواجهنا هناك، ونحتاج بشكل كبير إلى دخول القطاع التجاري حيز العمل مرة أخرى، ونسعى لدخول 100 شاحنة في اليوم وخصوصا للشمال، وإذا استطعنا دخول المزيد سيكون أفضل. ورسالتي في البداية أني أطالب بوقف لإطلاق النار، وعلى الأسرى والرهائن في غزة أن يعودوا لعائلاتهم، وبالطبع أن يتدفق دخول الشاحنات من أجل أن يعود أهل غزة إلى حياتهم. قال المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكي سامويل ويربرغ، قال إن الولايات المتحدة الأمريكية تشكر مصر على استقبالها المساعدات من دول العالم وإدخالها إلى قطاع غزة. وأكد سامويل ويربرغ على أنه يجب العمل على إعادة كل الفلسطينيين في قطاع غزة إلى منازلهم، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة ستناقش مع الأمم المتحدة زيادة حجم المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. هذا وشدد المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية على أن أمريكا تعمل على منع أي طرف من توسيع الصراع في الشرق الأوسط، وأنهم يدعون إسرائيل إلى حماية المدنيين في قطاع غزة والسماح بإدخال مزيد من المساعدات.
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع حصيلة الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي إلى 23210 شهداء، إضافة إلى 59167 إصابة منذ 7 من أكتوبر الماضي. وأضافت الوزارة أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 12 من المجازر ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 126 شهيدة و241 إصابة، وفقا لما وصل للمستشفيات فقط خلال 24 ساعة الماضية. لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم. كما أعلنت وزارة الصحة في غزة استشهاد 126 فلسطينيا وإصابة 241 مصابا آخرين في 12 من المجازر لقوات الاحتلال في قطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية. وعلى الجانب الآخر، أعلن جيش الاحتلال مقتل 9 من جنوده في قطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية. مع اقتراب العدوان الإسرائيلي من إتمام يومه 100، تتواصل جرائم الاحتلال المروعة ضد المدنيين الأبرياء والبنية التحتية في غزة. عدوان غاشم لم يفرق ولا يفرق في استهدافه بين رجل وامرأة ولا بين طفل وشيخ. عدوان استهدف البشر والحجر وحتى الزرع والحيوانات لم تسلم منه. وفي أحدث التطورات، أعلن جيش الاحتلال أن قواته قتلت 40 عنصراً من الفصائل الفلسطينية، وكشفت فتحات أنفاق في خان يونس جنوب قطاع غزة. كما أعلن جيش الاحتلال مقتل 9 على الأقل من جنوده المتواجدين في غزة، وذلك خلال 24 ساعة الماضية. تأتي تلك التطورات في الوقت الذي قال فيه وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت إن تل أبيب عازمة على إنهاء حكم حماس وردع ما وصفهم بالخصوم المدعومين من إيران. مسؤولون إسرائيليون قالوا إن الحرب تدخل مرحلة جديدة، حيث ذكر المتحدث باسم جيش الاحتلال دانيال هاجاري أن منطقة وسط غزة وأنحاء مدينة خان يونس الجنوبية تشهد نشاطاً عملياتياً مكثفاً. وأشار هاجاري إلى أن قوات الاحتلال تخوض معارك صعبة في الوسط والجنوب، لافتاً إلى أن القتال سيستمر طوال عام 2024. وفي سياق آخر، تظاهر العشرات من الإسرائيليين أمام مقر إقامة وزير الخارجية الأمريكي في تل أبيب للمطالبة بالإفراج عن ذويهم المحتجزين في غزة، واتهموا حكومة نتنياهو بالفشل. أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي فتح تحقيق في مقتل 6 جنود عن طريق الخطأ بقذيفة الدبابة في منطقة البريج بقطاع غزة. وأوضح الجيش الإسرائيلي أن الجنود 6 قتلوا خلال عملية استهداف أحد المواقع التابعة لحركة حماس تحت الأرض. شيعت اليوم جنازة 2 من بين 3 فلسطينيين تم استشهادهم في تبادل لإطلاق النار مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في شمال الضفة الغربية. ومن جانبها، أكدت وزارة الصحة الفلسطينية أن الاحتلال الإسرائيلي قتل 337 فلسطينيا في الضفة الغربية منذ أحداث 7 من أكتوبر الماضي، مشيرة إلى أن الضفة الغربية تشهد موجة من أعمال العنف الدامية. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. استشهد شاب فلسطيني عقب إطلاق الرصاص الحي عليه من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب حاجز عين سينيا شمال رام الله بوسط الضفة الغربية. وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن جنود الاحتلال الإسرائيلي اختطفوا الشاب بعد إصابته وأنزلوه من سيارة الإسعاف التي كانت تستعد لنقله لمستشفى رام الله. قال السفير رياض منصور مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة، قال إن هناك إدراكا لدى دول العالم على ضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة،
مضيفا أنه لا يجب التسامح مع الفظائع التي ترتكبها قوة الاحتلال الإسرائيلية في فلسطين. وخلال كلمته بجلسة الأمم المتحدة لمناقشة الوضع في غزة، قال منصور إن 87% نزحوا من قطاع غزة جراء الحرب، لافتا إلى أن 1% من إجمالي سكان قطاع غزة قتلوا على يد قوات الاحتلال. وأعرب المندوب الفلسطيني بالأمم المتحدة خلال مؤتمر صحفي للمجموعة العربية عن أمله في أن تتوصل المحكمة الجنائية الدولية لقرار لوقف إطلاق النار. نحن وجنوب إفريقيا طبعا طالبت بإجراءات تؤخذ على الأرض، وسمعنا عن الإجراءات المطلوبة كدعوة لوقف إطلاق النار. لا أعلم طبعا إن كان مع نهاية هذا الشهر سيكون قرار لمحكمة العدل الدولية، ولكن كل أمل بأن يكون هناك قرار من المحكمة، وهذا ما نسعى إليه، هو قرار من شأنه وقف إطلاق النار، وأمل بأن يتم التعامل مع هذه القضية لربما تحتاج إلى وقت أطول، وسيكون هناك العشرات من الدول الخاصة من جانبنا سيشاركون في هذه القضية، تلك الدول الموقعة على اتفاقية الإبادة الجماعية في محكمة العدل الدولية. قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون إنه يشعر بالقلق من أن تصرفات إسرائيل في غزة تشكل انتهاكا للقانون الإنساني الدولي. وخلال جلسة للجنة الشؤون الخارجية في لندن، أكد كاميرون رفضه لتصريحات السفيرة الإسرائيلية لدى المملكة المتحدة تي بي هوتوفيلي، التي أوضحت خلالها أن كل مدرسة ومسجد وكل منزل في قطاع غزة لديه إمكانية الوصول إلى الأنفاق والذخيرة، وهو ما يمثل حجة لتدمير غزة، معربا عن أمله ألا يكون هذا هو موقف الحكومة الإسرائيلية، لأنه الموقف الخاطئ. إذا كنت تسألني هل أنا قلق من أن إسرائيل اتخذت إجراء قد ينتهك القانون الدولي لأن هذا المبنى بالذات قد تم قصفه أو أي شيء آخر؟ نعم بالطبع، أنا قلق بشأن ذلك، ولهذا السبب أقوم باستشارة محامي وزارة الخارجية عند تقديم هذه النصيحة بشأن صادرات الأسلحة. كل يوم أنظر إلى ما حدث وأطرح أسئلة حول هل هذا يتماشى مع القانون الإنساني الدولي؟ هل كان بإمكان الإسرائيليين أن يفعلوا ما هو أفضل لتجنب سقوط ضحايا من المدنيين؟ بالطبع أفعل ذلك. أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين خلال لقائه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أكد على أهمية أن تتجنب إسرائيل إلحاق الأذى بمزيد من المدنيين الفلسطينيين. وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر إن بلينكين جدد الدعم الأمريكي لحق إسرائيل في منع تكرار الهجمات التي وقعت في 7 أكتوبر الماضي، مشددا على ضرورة حماية البنية التحتية المدنية في غزة. هذا والتقى بلينكين خلال زيارته تل أبيب بالرئيس الإسرائيلي ووزير الدفاع الإسرائيلي. أعربت منظمة الصحة العالمية عن قلقها إزاء احتمال انهيار المستشفيات في جنوب قطاع غزة مع احتدام القتال حول مدينة خان يونس وسط فرار كثير من أفراد الأطقم الطبية والمرضى للنجاة بأرواحهم. وقال شون كايسي منسق فرق الطوارئ الطبية لمنظمة الصحة العالمية، قال إن المنظمة تشهد انهيار المنظومة الصحية بوتيرة سريعة للغاية، مشيرا إلى أن ما يقدر بنحو 600 مريض
فروا من إحدى المنشآت. صرح الناطق الرسمي للاتحاد الأوروبي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لويس ميغل صرح أن هناك خطورة حقيقية من توسع الحرب في قطاع غزة خارج نطاقها. وشدد ميغل على أن الأولوية هي الوصول لهدنة إنسانية عاجلة لوقف المعاناة والمأساة ووقف الحرب وخطورة توسيعها، مضيفا أن زيارة الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للمنطقة جوزيف بوريل مؤخرا تأتي في سياق تعزيز الجهود الدبلوماسية الرامية لخفض التصعيد الراهن في فلسطين. أفادت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية بأن قطاع غزة تقلص بمقدار الثلثين، وذلك بسبب الحرب الإسرائيلية والتحذيرات المتكررة بإخلاء مساحات واسعة من القطاع مع دخول الحرب شهرها الرابع. وتبعت الصحيفة أن النازحين بالمرحلة الأخيرة من عمليات الإخلاء يعانون من الارتباك والإرهاق بشكل أكبر من المراحل السابقة، حيث أصبحت أنظمة الإنترنت والاتصالات محدودة. ذكرت مصادر دبلوماسية أن الجزائر وجهت دعوة عاجلة إلى عقد جلسة مفتوحة لمجلس الأمن الجمعة بشأن خطر التهجير القسري لسكان غزة. وتأتي تلك الدعوة في ظل تواصل نزوح عشرات الآلاف من الأسر الفلسطينية مع استمرار قصف القوات الإسرائيلية لقطاع غزة. وكانت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة الأونروا قد نددت بالتهجير القسري الذي يتبناه جيش الاحتلال الإسرائيلي. استقال الوزير الإسرائيلي عميحاي شيكلي من وزارتي الشتات والمساواة الاجتماعية. يأتي هذا من أجل توفير المال العام، حيث يدرس رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إمكانية غلق بعض الوزارات الصغيرة، وذلك تجنبا لأزمة في الائتلاف الحاكم. ووفقا للإذاعة الإسرائيلية، فمن المتوقع عقد اجتماع للحكومة الخميس القادم حول ميزانية 2024. يسعى طاقم مقرب من نتنياهو إلى صياغة قرار بشأن الوزارات الصغيرة، وحسب يدعوت أحرنوت فإن العجز في ميزان الدولة سيصل إلى 111 مليار شيكل، أي ما يعادل 30.2 مليار دولار، ما سيؤدي إلى تقليص ميزانيات ورفع ضرائب بمبلغ 67 مليار شيكل، أي ما يساوي 18 مليار دولار تقريبا. ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية دراسة حديثة أجراها باحثون من جامعتي حيفا وكولومبيا ومركز شلفاتا للصحة العقلية بإسرائيل بشأن التداعيات النفسية لأحداث 7 أكتوبر على الإسرائيليين، حيث كشفت ارتفاعا ملحوظا في استهلاك المواد المؤدية للإدمان ما بين الإسرائيليين، وذلك بعد اندلاع الحرب. الدراسة الإسرائيلية أوضحت أن الأحداث التي شهدتها إسرائيل في 7 أكتوبر الماضي كانت لها آثار بعيدة المدى، لا سيما على الصحة العقلية للإسرائيليين. وذكرت أن 16% ممن شاركوا فيها أشاروا إلى وجود زيادة طفيفة في نسبة استخدامهم للنيكوتين، بينما أشار 10% إلى زيادة استهلاكهم للكحول، فيما أبلغ 5.5% عن زيادة تعاطيهم لمخدر الحشيش. قال وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو إن القوات الروسية تخطط لإنتاج أنواع مختلفة من الطائرات المسيرة.
وأشار شويغو إلى أن أحد أبرز مهام الجيش الروسي في عام 2024 هو الحفاظ على جاهزية للقتال بالنسبة للأسلحة النووية على أعلى مستوى، وهو ما يضمن توازنا استراتيجيا في العالم. وأضاف وزير الدفاع الروسي أنه في 2023 تكبدت أوكرانيا خسائر تجاوزت 215,000 شخص و 28,000 قطعة سلاح. أعلن كريملين أن الجيش الروسي سيتخذ كل الإجراءات اللازمة لوقف القصف الأوكراني المتزايد على مدينة بلغرود الروسية الحدودية. وفي تصريح له قال الناطق باسم الكريملين ديمتري بيسكوف قال إن الجيش الروسي سيوصل بذل كل ما هو ممكن لخفض الخطر أولا والقضاء عليه كليا لاحقا. واتهم الجيش الأوكراني بإطلاق النار على أهداف مدنية في وسط بلغرود التي يقطنها نحو 340,000 شخص بأسلحة قدمتها دول أوروبية. أعلنت الشركة المشغلة لشبكة الكهرباء في أوكرانيا أن الطقس الشتوي القاسي قاطع الكهرباء عن أكثر من 1000 بلدة وقرية، وذلك في 9 مناطق. وحثت السكان على الحفاظ على الطاقة بعد أن أضعفت الضربات الروسية منظومة الطاقة. وقالت الشركة الأوكرانية إن استهلاك الكهرباء بلغ أعلى مستوياته هذا الأسبوع، حيث انخفضت درجات الحرارة إلى حوالي 15 درجة مئوية تحت الصفر في أجزاء كثيرة من البلاد. نشرة التاسعة الإخبارية مشاهدينا لا تزال مستمرة وتتابعون فيها. رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي يؤكد مواصلة تكثيف العمل في المرحلة الحالية لتنشيط قطاع السياحة. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أهمية مواصلة تكثيف العمل في المرحلة الحالية لتنشيط قطاع السياحة استثمارا لما تحظى به مصر من مقومات سياحية عديدة. وخلال اجتماع مع وزير السياحة تابع مدبولي عددا من ملفات عمل الوزارة خلال المرحلة الحالية، كما شهد الاجتماع الإشارة إلى أنه تم وضع خطة متكاملة لزيادة قدرة القطاع الخاص على الحوكمة والتأثير في سياسات الإنفاق على التسويق والترويج، والانتهاء من إعداد اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء غرف سياحية وتنظيم اتحاد لها. عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا لمتابعة ملف تصدير الكوادر والعمالة المصرية الفنية المدربة للخارج. وأكد مدبولي أهمية التعاون والتنسيق الكامل ما بين مختلف الوزارات والجهات المعنية في شأن إعداد عمالة فنية مدربة. وكلف رئيس مجلس الوزراء بتشكيل مجموعة عمل من الوزراء المعنيين، وذلك لوضع خطة تحرك متكاملة فيما يتعلق بملف تصدير الكوادر والعمالة المصرية المدربة، حيث تضع الحكومة هذا الملف على أجندة الأولويات. عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي للمبادرة الرئاسية لفحص المقبلين على الزواج. وخلال الاجتماع تمت الإشارة إلى أن الفئات المستهدفة في هذه المبادرة هم المقبلون على الزواج من المصريين وغير المصريين من الأجانب واللاجئين وملتمسي اللجوء المقيمين على الأراضي المصرية، وذلك بهدف الكشف المبكر والحد من انتشار العدوى للأمراض المعدية والحد من عوامل الخطورة المسببة للأمراض غير السرية في إطار الاستبيان النفسي وضمان السرية والخصوصية والمتابعة والإحالة لتلقي العلاج. عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا لاستعراض إجراءات استغلال المنطقة الاستثمارية بمطار مدينة شرم الشيخ. وأشار رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع إلى الجهود التي تبذلها الحكومة لدعم قطاع الطيران المدني وفقا لتوجهات الدولة في هذا الإطار بشأن زيادة الاستثمارات في ذلك القطاع الحيوي. تم خلال الاجتماع استعراض مشروع استغلال مساحة من حرم مطار شرم الشيخ
وذلك لإقامة مدينة ترفيهية وتكليف أحد المكاتب الاستشارية بإعداد كراسة الشروط والمواصفات. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ضرورة التنسيق الكامل بين وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي وصندوق تطوير التعليم في مختلف الملفات بما يسهم في تنفيذ استراتيجية الدولة لتطوير التعليم. وخلال اجتماع رئيس الوزراء تم التصديق على محضر اجتماع مجلس إدارة صندوق تطوير التعليم رقم 42 ومتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن هذا الاجتماع واعتماد الحساب الختامي للعام المالي الماضي واعتماد مشروع موازنة الصندوق للعام المالي 2024-2025. كما شهد الاجتماع عددا من الموضوعات المالية والإدارية الخاصة بصندوق تطوير التعليم. سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الضوء على التقرير الصادر عن منظمة الأغذية والزراعة الفاو الذي رصد إهدار مئات المليارات من الدولارات بسبب الكوارث وما تخلفه على المحاصيل والإنتاج الحيواني، مما يقوض مكاسب التنمية التي تحققت بصعوبة وسبل عيش المزارعين. وأوضح التقرير أنه يجب أن تلعب أنظمة الأغذية الزراعية دورا مركزيا في توفير الحلول لتغير المناخ. وحدد تقرير الفاو سلسلة من الإجراءات للتخفيف من تأثير الخسائر والأضرار في أنظمة الأغذية الزراعية، داعيا إلى التعاون الدولي وشراكات أقوى وتعزيز الاستجابة لحالات الطوارئ واعتماد نهج التعافي القائم على إعادة البناء بشكل أفضل. أحال رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق خلال الجلسة العامة المناقشات الخاصة بطلب المناقشة المقدم من أكثر من 20 عضوا بشأن المدارس التكنولوجية التطبيقية وبصفة خاصة خطة التوسع في إنشائها لإعداد دراسة بشأنها. ومن جانبها أكدت الحكومة أنها تنفذ خطة استراتيجية لتعظيم وتطوير التعليم الفني من خلال التوسع فيه بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل. جلسة جديدة عقدها مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق لاستكمال نظر مشروعات القوانين المدرجة على جدول أعماله. وخلال الجلسة أحال رئيس مجلس الشيوخ المناقشات الخاصة بطلب المناقشة المقدم من أكثر من 20 عضوا لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن المدارس التكنولوجية التطبيقية وبصفة خاصة خطة التوسع في إنشائها ونطاق توزيعها الجغرافي، وكذلك رد الحكومة للجنة التعليم بمجلس الشيوخ لإعداد دراسة بشأنه. عملا بحكم المادة 110 من اللائحة الداخلية للمجلس، أقترح على حضراتكم إحالة موضوع طلب المناقشة العامة والمناقشات التي دارت حوله وتعقيب السيد الوزير إلى لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك لبحثه وإعداد تقرير عنه. فهل توافقون حضراتكم على ذلك؟ موافقة. أهمية استيضاح آليات وضوابط التعاون مع المؤسسات الصناعية التابعة للدولة كشريك صناعي في إنشائها، لا سيما أن هذا التوسع على الصعيدين الوطني والاقتصادي يسهم في بناء قاعدة تقنية للموارد البشرية حتى تصبح مصرنا الحبيبة طليعة في مجال الابتكار والتطور التكنولوجي. نطالب بزيادة عدد المدارس أو التوسع في التجربة الحقيقة يعني، وأيضا تحويل المدارس الفنية الزراعية والتجارية والصناعية والتجارية والزراعية لتجارب مماثلة في الحقيقة يعني للوصول بمتطلبات التنمية وأيضا التكنولوجيا المتلاحقة
في شتى نواحي الحياة الاقتصادية. من جانبها أكدت الحكومة أنها تنفذ خطة استراتيجية لتعظيم وتطوير التعليم الفني من خلال التوسع فيه بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل. هذا وقد رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق الجلسة العامة لمجلس الشيوخ على أن يعود المجلس للانعقاد غدا. في لقاء خاص مع التلفزيون المصري أشاد أعضاء مجلس الشيوخ بالمدارس التكنولوجية التطبيقية وآليات وضوابط التعاون مع المؤسسات الصناعية التابعة للدولة كشريك صناعي في إنشائها. هذا وطالب أعضاء مجلس الشيوخ بزيادة الحوافز للقطاع الخاص وذلك للتوسع في المدارس التكنولوجية. وأثني وأحيي القرار إنشاء المدارس التطبيقية التكنولوجية اللي أصدره خمسة السيد الرئيس. الحقيقة ده موضوع في غاية الأهمية، لأن الحقيقة إحنا بهذا الأمر الموضوع إحنا بننشئ جيل جديد من الخريجين العمليين اللي هم يتبعوا المعايير اللي موجودة. وأي دولة بتقوم بعملية تنمية لابد يكون التنمية الصناعية بسواعد أبنائها المؤهلين في كل المجالات وكل التخصصات. ده أمر مهم جدا، وهو المورد اللي هيورد لنا بعد كده فنيين متخصصين في كل المجالات، وخصوصا المجالات التكنولوجية في التسارع اللي بيحصل على مستوى العالم في التطوير في مجال الذكاء الاصطناعي ومجال التكنولوجيا المعلومات اللي دخلت في كل قطاعات الصناعة المختلفة. هناك 28 مدرسة تكنولوجية تم تنفيذها، وجاري يعني بننمي عملية إنشاء العديد منها مستقبلا في المحافظات المختلفة. من المهم في الجمهورية الجديدة إن احنا نناشد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ونخاطبها بالتوسع جغرافيا في إنشاء المدارس التكنولوجية التطبيقية حتى يتم تغطية كافة محافظات الجمهورية وكل محافظة حسب احتياجاتها. نحن على أعتاب جمهورية جديدة، والتعليم الفني هو جزء من التعليم ومطلوب. طبعا احنا بنبني دولة جديدة في كافة على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. طيب إذا تحدثنا عن التعليم الفني له أهمية كبيرة جدا فيما يتعلق بالملف الاقتصادي، وخصوصا ان احنا بنبني شبكة طرق وكباري، بنبني مصانع، بنفتتح منشآت صناعية ومنشآت فنية. فطبعا التعليم الفني جزء لا يتجزأ من التعليم المصري. حقق مجال الرعاية الصحية إنجازات كبيرة خلال عام 2023 توضحها لنا ليلى عمر في العرض التالي. أهلا بكم. ودعت مصر عام 2023 بحصد أهم الإنجازات الصحية والتي تبلورت من خلال المبادرات الرئاسية التي ساهمت في ارتقاء الخدمات الصحية للمواطنين. إنجازات مصر في القطاع الصحي خلال عام 2023 كان من أبرزها تسلم مصر الشهادة الذهبية بخلوها من فيروس سي، وذلك من منظمة الصحة العالمية. نجحت مبادرات الرئيس عبد الفتاح السيسي في مجال الصحة والتي تحمل اسم 100 مليون صحة في علاج واكتشاف أمراض عدة، من بينها مبادرة الكشف عن سرطان الثدي ومبادرة الأنيميا والتقزم والسمنة بين طلبة المدارس. في السطور التالية نتعرف على إنجازات هذه المبادرات لصحة المصريين. إطلاق مبادرة 100 يوم صحة، وذلك لإتاحة الخدمات بالجودة المطلوبة لجميع الفئات المستهدفة. منظمة الصحة العالمية أشادت بإنجازات مصر وما حققته في مسار القضاء على الالتهاب الكبدي سي. الدولة قامت بتوفير 3 أدوية جديدة تؤخذ بالفم لعلاج أصعب أنواع سرطان الثدي مجانا، وأيضا إطلاق المرحلة الثانية من مبادرة الكشف المبكر عن الأورام السرطانية وإدراج أدوية الأورام والأدوية البيولوجية الحديثة ضمن منظومة العلاج على نفقة الدولة. مصر استطاعت كذلك منع قوائم الانتظار في العمليات الجراحية واتخاذ إجراءات من شأنها تيسير وإسراع استخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة للمواطنين غير الخاضعين لمظلة منظومة التأمين الصحي.
مصر أصبحت واحدة من المنتجين الرئيسيين للقاحات في المنطقة، والدولة قام بالبدء في مكانة 500 منشأة صحية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة ضمن مبادرة تطوير وحدات الرعاية الأولية. إدراج طعم هيموفيلاس لإنفلونزا النمط باء ضمن طعم الخماسي في عمر 2 شهر و4 أشهر و6 أشهر. بالطبع كان عاما مليئا بالإنجازات في القطاع الصحي والإشادات الدولية بما حققته مصر في هذا الإطار، وتتواصل الجهود لتوفير حياة كريمة وخدمة طبية متميزة للمواطنين. إذن شهد القطاع الصحي بمصر تطورا كبيرا في العام 2023 في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، هذا وانطلقت العديد من الخدمات الصحية ضمن المبادرات الرئاسية الداعمة لهذا القطاع الهام. تطور كبير شهده القطاع الصحي في مصر في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير الرعاية الصحية للمواطنين على أعلى مستوى. عام 2023 شهد إطلاق العديد من الخدمات التي جاءت في إطار المبادرات الرئاسية الداعمة لهذا القطاع ذي الأهمية الكبيرة في حياة المصريين. الدولة نجحت في إنشاء وتطوير عدد كبير من المستشفيات في مختلف محافظات الجمهورية التي ترتقي بصحة المواطن، وتحت شعار 100 مليون صحة خلال الربع الأول من عام 2023 تم توفير الرعاية الصحية ل 11 مليون و500 ألف مستفيد، وارتفع معدل أداء المبادرات الصحية بنسبة 53% مقارنة بالربع الأول من عام 2022. وتتضمن المبادرات مجالات الاكتشاف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع ومنع قوائم الانتظار في العمليات الجراحية والكشف المبكر عن فيروس سي. المبادرة تشمل كذلك العناية بصحة الأم والجنين والكشف المبكر عن الأنيميا بالإضافة إلى السمنة والتقزم، كما تشمل الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية لحديث الولادة بالحضانات، ودعم صحة المرأة وفحص المقبلين على الزواج وفحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن سرطان الكبد. وبملف العلاج على نفقة الدولة اتخذت الدولة إجراءات من شأنها تيسير وإسراع استخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة للمواطنين غير الخاضعين لمظلة منظومة التأمين الصحي، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. كما تم خلال عام 2023 ميكنة جميع مكاتب الصحة في 27 محافظة بإجمالي 4667 مكتباً، وأصبحت مصر واحدة من المنتجين الرئيسيين للقاحات في المنطقة. كما تم إدراج أدوية الأورام والأدوية البيولوجية الحديثة ضمن منظومة العلاج على نفقة الدولة لرفع العبء عن المواطنين وبخاصة غير القادرين منهم. وحققت مصر العديد من الإنجازات في مكافحة مرض الالتهاب السحائي وفق استراتيجية فعالة لتحصين المجتمع من الأمراض السارية والمعدية، وحتى الآن تم تقديم 54,806,004 خدمة طبية من خلال حملة 100 يوم صحة منذ انطلاقها في 25 يونيو الماضي في جميع محافظات الجمهورية. وشهد عام 2023 حدثاً هاماً جداً وهو القضاء على فيروس سي، حيث سلمت منظمة الصحة العالمية مصر شهادة بخلوها من فيروس سي كأول دولة في العالم قضت وهزمت فيروس سي، وتحصل على جائزة جولدن تير من المنظمة، إشادات دولية تلقتها مصر بوصفها نموذجاً يحتذى به تحت رعاية القيادة السياسية بفضل المبادرات الرئاسية التي تمكنت من توفير حياة كريمة لكل المصريين على كافة الأصعدة. We'll be right back.
والآن نتحول إلى الشأن الاقتصادي في هذه النشرة. نعم، أخبار المال والأعمال تنضم إلينا فيها الزميلة سارة نجيب، فإليك سارة. شكرا رجائي وشكرا سحر. مشاهدينا، هذه وقفتنا الاقتصادية للتاسعة، أهلا بكم. أكدت الحكومة على أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بزيادة الإنفاق العام على مسار تحسين أحوال المواطنين والعمل المستدام على تلبية احتياجاتهم الأساسية ورفع مستوى معيشتهم، مع الالتزام أيضا بمسار تحسين أجور العاملين بالدولة وأصحاب المعاشات في مشروع الموازنة الجديد للعام المالي 2024-2025 لتخفيف الأعباء عن المواطنين. وتستهدف الدولة خلال العام المالي المقبل نمواً اقتصادياً جيداً مدفوعاً بدور أكبر للقطاع الخاص في النشاط الاقتصادي باعتباره قاطرة التنمية والتعافي الاقتصادي في ظل البنية التحتية المتطورة والبرامج والتيسيرات المحفزة التي تتبناها الدولة لتوسيع نطاق الاستثمارات الخاصة وتعميقها في مختلف مناحي الحياة. وقعت مصر والسعودية مذكرة تفاهم في مجال الثروة المعدنية، وذلك على هامش مشاركتها في مؤتمر التعدين الدولي الثالث والذي تستضيفه مدينة الرياض. وقع المذكرة كل من وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا ووزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر ابن إبراهيم. وأكد طارق الملا أن الاتفاقية تهدف إلى التعاون الفني في مجال البحث وتبادل المعلومات الجيولوجية والتدريب وتنمية المهارات بين الدولتين في مجالات البترول والتعدين، لا سيما أن الدولتين يفصلهما البحر الأحمر وبينهما مساحات تجعل التنمية يستفيد منها الطرفان. أبرمت الهيئة العامة والاستثمار والمناطق الحرة وشركة استثمار مصر للتنمية ومجموعة ماكسيم الاستثمارية عقد إنشاء أول منتجع طبي وصحي في مصر بالمنطقة الاستثمارية بمركز الصف بمحافظة الجيزة. وستقوم مجموعة ماكسيم وفقا للعقد بتطوير وإدارة وتشغيل المنطقة الاستثمارية التابعة للهيئة العامة للاستثمار بمركز الصف وتحويلها إلى أول منتجع طبي وصحي في مصر، وهو منتجع نايا الصحي الذي سيدمج خدمات الرعاية الصحية والضيافة في مكان واحد. انطلقت فعاليات مؤتمر تنمية التجارة الباكستانية الإفريقية في نسخته الرابعة، وذلك من أجل تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين باكستان ودول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ويقدم المعرض فرصا لتعزيز التجارة وتوقيع صفقات مشاريع مشتركة بين رجال الأعمال المحليين والباكستانيين في قطاعات متعددة.
من أجل تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين باكستان ودول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، جاء المؤتمر الرابع لتنمية التجارة الباكستانية الإفريقية، ويقدم المعرض فرصا لتعزيز التجارة وتوقيع صفقات مشاريع مشتركة بين رجال الأعمال المحليين والباكستانيين في قطاعات متعددة. مصر دولة كبيرة في الشرق الأوسط وإفريقيا، ونحن هنا في القاهرة لبدء تعاون كبير واستثمار مضاعف في القارة الإفريقية والدول العربية من خلال مصر. يقام بجانب المؤتمر معرض الدولة الواحدة من 9 إلى 11 من يناير الجاري بمشاركة أكثر من 200 رجل أعمال من باكستان لإبرام صفقات تجارية محتملة في أكثر من 20 قطاعا تجاريا مختلفا من المنسوجات والأدوات الرياضية والأغذية والزراعة والخدمات. أنا مرة مبسوطة يجي لك معرض ده حلو وصالة مرة كبيرة، وما شاء الله كل المحترمين اللي ساعدونا، يجي لك نفرات يقول لك حق المعرض تبي شيء حاجة، تبي شيء حاجة، تبي شيء زي كذا، إيش يعني مرة حلو هوسبيتاليتي، مرة مبسوط أنا ما شاء الله عليه، فرحان جدا. مصر بلد كبيرة، مصر بلد عظيمة، فيها سوق مصر كبير يعني، وإن شاء الله يكون في نعمل بيزنس، نقدر نعمل بيزنس هنا كويس إن شاء الله بإذن الله. It's a very good initiative. إنها فرصة رائعة لكل الشركات الباكستانية للاستثمار في الدولة المركزية بالشرق الأوسط، ومصر دولة مؤثرة ومركزية في إفريقيا، ونحن في شركتنا نستخدم المنسوجات في كافة الصناعات مثل الأحذية والمجهولات والملابس والبالون الطائر. Our country for our business and for my products. ونجحت حكومة باكستان في إطار سياسة انظر إلى إفريقيا في تنظيم فعاليات مماثلة، كان آخرها في جوهانسبرغ عام 2022، وتستهدف منها إيجاد أسواق بديلة وتعزيز العلاقات بين الحكومات وبين الشركات مع دول المنطقة الإفريقية. رامي محمد، التلفزيون المصري. وإلى أسواق المال، حيث أنهت البورصة تعاملات جلسة اليوم منتصف جلسات الأسبوع بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب، فيما مالت تعاملات المصريين والأجانب للبيع وسط تداولات بلغت 4 مليارات جنيه، وربح رأس المال السوقي 19 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 1.770 تريليون جنيه. وإلى مؤشرات البورصة، حيث ارتفع مؤشر EGX 30 بنسبة 97%، ليغلق عند مستوى 25,589 نقطة. كما زاد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX 70 متساوي الأوزان بنسبة 83%، ليغلق عند مستوى 5,811 نقطة. وقفز مؤشر EGX 100 متساوي الأوزان بنسبة 83%، ليغلق عند مستوى 8,319 نقطة. وفي أسواق البترول العالمية، ارتفعت أسواق النفط أسعار النفط اليوم بعد تراجعها في الجلسة السابقة بشكل حاد، مع استمرار التوتر في الشرق الأوسط من جهة ومخاوف الطلب وزيادة إمدادات أوبك من جهة أخرى. وزادت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 34%، ليصل إلى 76.38 دولارا للبرميل. كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس بنسبة 28%، ليسجل 70.97 دولارا للبرميل. فيما ارتفعت أسعار المازوت عالميا بنسبة 10%، لتصل إلى 3 دولارين وسنتين للتر. هذا وانخفضت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 11%، لتسجل $2.67 لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. أكد مكتب الإحصاء التابع لوزارة التجارة الأمريكية تقلص العجز التجاري الأمريكي على غير المتوقع في نوفمبر الماضي مع تراجع الواردات. وقال مكتب الإحصاء التابع لوزارة التجارة إن العجز التجاري انكمش 2% إلى 63.2 مليار دولار. هذا وتوقع اقتصاديون ارتفاع العجز التجاري إلى 65 مليار دولار في نوفمبر الماضي، وتبلغ تقديرات النمو للربع الرابع حاليا 2.5% على أساس سنوي.
نهاية جولتنا الاقتصادية للتاسعة، والآن عودة من جديد إلى سحر ورجاء إليكما. شكرا لك سارة نجيب. أعلن رئيس الإكوادور دانيال نوبو حالة الطوارئ في سائر أنحاء البلاد بما في ذلك السجون، ويأتي ذلك بعد هروب زعيم أخطر عصابة إجرامية في البلاد خوسيه أودولفو ماسياس من سجنه ونشوب أعمال الشغب وعصيان في عدد من السجون. الإكوادور تعلن حالة الطوارئ في سائر أنحاء البلاد، والسبب هروب زعيم أخطر عصابة إجرامية من السجن. هكذا أعلن رئيس الإكوادور دانييل نوبوا في بيان. رئيس البلاد أوضح في منشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي أنه قام بالتوقيع على مرسوم إعلان حالة الطوارئ لتوفير كامل الدعم السياسي والقانوني للقوات المسلحة في عملياتها لاستعادة الأمن والاستقرار في البلاد بعد أعمال الشغب والعصيان في عدد من السجون، وتجيز حالة الطوارئ للحكومة الاستعانة بالجيش لحفظ النظام العام في سائر أنحاء البلاد بما في ذلك داخل السجون. وجاء إعلان حالة الطوارئ مع فرض حظر تجول ليلي من 11 مساء حتى 5 صباحا. المتحدث باسم الحكومة الإكوادورية قال إن خوسيه أودولفو ماسياس الملقب بفيتو، وهو زعيم عصابة لوس تشونييروس النافذة، فر من السجن قبل ساعات من عملية للشرطة في السجن، ولم يخفي المسؤول الحكومي أسفه لمستوى انتشار الجماعات الإجرامية ولفشل نظام السجون في البلاد. والإكوادور الواقعة بين أكبر دولتين منتجتين للكوكايين هما كولومبيا وبيرو، شهدت أعمال عنف في السنوات الأخيرة مع سعي عصابات متنافسة على صلة بالعصابات المكسيكية والكولومبية لبسط سيطرتها. أعلنت شركة طيران ألاسكا إيرلاينز اكتشاف قطع غير مثبتة جيدا في بعض طائراتها من طراز 737 ماكس 9. يأتي ذلك بعد 3 أيام من تعرض إحدى طائراتها من نفس هذا الطراز لحدث سقوط أجزاء من مخرج الطوارئ أثناء تحليقها. ضربة جديدة تلقاها عملاق الطيران العالمي شركة بوينغ الأمريكية بإعلان شركة الطيران ألاسكا إيرلاينز اكتشاف قطع غير مثبتة جيدا في بعض طائراتها من طراز 737 ماكس 9، وذلك بعد 3 أيام من تعرض إحدى طائراتها من نفس هذا الطراز لحادث أثناء تحليقها. مشغل الطيران الأمريكي ألاسكا إيرلاينز أوضحت في بيان أن الفحص الأولي أظهر أنه بالإمكان رؤية قطع غير مثبتة جيدا في بعض الطائرات، وأضافت أن الفحص الأولي ستليه عمليات فحص وتدقيق شاملة عملا بأوامر سلطات الطيران الأمريكية. يأتي هذا البيان بعد ساعات من إعلان شركة الطيران الأمريكية يونايتد إيرلاينز أنها اكتشفت خلال فحص أولي لمخارج الطوارئ الملغاة في أسطولها من طائرات بوينغ 737 ماكس 9 عددا من البراغي غير المشدودة جيدا. وبداية هذا الأسبوع اضطرت طائرة بوينغ 737 ماكس 9 تابعة لشركة ألاسكا إيرلاينز للقيام بهبوط اضطراري بعد انفصال سدادة مخرج الطوارئ في هذه الطائرة أثناء تحليقها في رحلة داخلية من بورتلاند إلى أونتاريو. وعقب هذا الحادث أمرت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية بمنع 171 طائرة من هذا الطراز من التحليق بانتظار إخضاعها لعمليات فحص. وطراز 737 ماكس 9 مزود بالعديد من مخارج الطوارئ، ولذلك تعرض بوينغ على عملائها إمكانية إلغاء بعض هذه المخارج بواسطة سدادات إذا ما كان عدد المخارج المتبقية كافياً بالمقارنة مع عدد مقاعد الطائرة. وأعلنت إدارة الطيران الفيدرالية أنها وافقت على خريطة طريق لشركات النقل لإكمال عمليات الفحص التي تشمل مقابس الأبواب اليسرى واليمنى والمكونات والمثبتات. والآن نتابع آخر أخبار الطقس والحالة الجوية مرة ثالثة وأخيرة. سارة نجيب لك. شكرا لكما مشاهدينا، هذه وقفتنا الثالثة والأخيرة وأحوال الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الأربعاء
طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يسود طقس شديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء. وفيما يلي مشاهدينا بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من المحافظات ومدن الجمهورية، ونبدأها بالقاهرة. القاهرة العظمى 19 والصغرى 11، الإسكندرية 18-13، مطروح 17-13، بورسعيد 19-12، والإسماعيلية 20-12. ونذهب إلى السويس. السويس العظمى 19-10، العريش 21-10، طابة 23-12، شرم الشيخ 24-16، والغردقة 25-15. ونذهب إلى الأقصر. الأقصر العظمى 26 والصغرى 11، أسوان 27-15، الوادي الجديد 24-10، شلاتين 28-20، وأخيرا حلايب 27-19. والآن مشاهدينا نستعرض معكم بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية. والآن مشاهدينا نترككم مع لقطة هي الأبرز لهذا اليوم. بهذا مشاهدينا نكون قد وصلنا لنهاية هذه الجولة الإخبارية، لم يتبقى فيها إلا التذكرة بأبرز ما جاء فيها من عناوين. خلال استقباله نظيرته الألمانية، وزير الخارجية يؤكد الرفض التام لإجبار الفلسطينيين على التهجير من غزة، ويحذر من خطورة توسع رقعة الصراع. وزيرة الخارجية الألمانية تشكر مصر لجهودها في استقبال وعلاج الجرحى الفلسطينيين، وتدعو لإدخال المساعدات الإنسانية بشكل أسرع وأكبر لقطاع غزة. تواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ووزير الخارجية البريطاني يشير إلى احتمالات انتهاك إسرائيل للقانون الدولي.
بالتذكير بالعناوين، وصلنا وإياكم إلى نهاية نشرة التاسعة، ولكن يتبقى الهواء ما زال متبقيا مع التاسعة. يوسف الحسين، زكا صحر، زكا رجائي، عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ كله تمام الحمد لله. الحمد لله، الحمد لله يا رب دايما. صحر شكلها كانت بتفكر في حاجه دلوقتي وهي لسه بتقدم البرنامج. انا اعتقد الاوضاع المأساويه الانسانيه في قطاع غزه، لسه كنا بنتابع الصور يعني، وفعلا كانت صور اليمه جدا، فاعتقد هي كانت بتفكر فيها صح؟ انا بتكلم صح؟ طبعا دايما ردودها مقتضبه، ما تقولكش ابدا ايه اللي بيدور في مخها، ابدا ابدا ابدا. على كل إن هنحاول نستنبط منها او نستدرجها لان احنا نوصل لاي معلومه اللي كانت بتجول في ذهنها، ممكن نفشل وده احتمالاته 90%. انا هستدرجها بره وانت كمل الحلقه. هتعمل كده على مناخل؟ ماشي، يلا اثبتوا لحد ما اخرج لكم في الفاصل. اشكركم جدا، شكرا جدا يا صاحب، شكرا يا رجائي، واستاذنكم نبدا فقراتنا.